السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم بقى النهاردة على آخر جزء في الورشة، وهو تجميع كل الريندر باسز جوه الافتر افكت. طبعا انا مش هبدأ اعمل مشروع من الاول، لكن انا هقول البريك داون بتاع المشروع الاساسي. طبعا الاول استوردنا ملفات الريندر، خلاص، او بمعنى ادق استوردنا ملف الاي اي سي اللي ناتج عن الرندر. طبعا هينزل لك السبيشال باسز عندنا. لو عملنا كليك، ادي الرندر الاساسي بتاعت السين الاولانيه بتاعتنا، وادي الباس بتاع الكيوبس. طبعا احنا حطينا اوبجكت اي دي للكيوبس بالمنظر ده طبعا عشان يطلع لي الالفا شانل. عندي بعد كده الباس بتاع الفلور، وعندي بعد كده الباس بتاع التيلز، تمام، طبعا الكيوب بالتيلز دي، وعندي التايتل او الكلمة اللي احنا عملناها ايا كانت الكلمة دي. طبعا كل الكلام عشان نعرف نعزل كل اوبجكت لوحده. عندي سين اتنين، تمام، اللي هي اللي احنا عملناها دي، نفس الموضوع. طبعا الكلمة دي عادية جدا وشرحتها في اكتر من محاضرة، ارجعوا للمحاضرات بتاع او السبع محاضرات بتوع احتراف السينما فردي اللي كانوا في رمضان اللي فات، اللي كانوا بمشاركة اكاديمية الجودة لاجلك. يمكن الناس اللي حضروا معانا المحاضرات دي اونلاين هيفتكروا المحاضرة دي. عندي بعد كده سين اتنين باس، دول الاتنين اللي فوق لوحدهم. عندي الباس الاخير بتاع الجزء ده لوحده، وعندي الباس ده بتاع الكلمة لوحده. طبعا انا بعزل كل اوبجكت لوحده علشان والله احتاجته ما احتاجتوش مش هيمثل لي اي مشكلة. في عندي بعد كده الباس بتاع الريفليكشن بتاع سين واحد، وعندي الباس الاساسي بتاع سين اتنين. طيب بعد كده انا احتجت في شغلي، احتجت ملف الستريتور، تمام، خاص بالكرة الارضية، وفي الايمجز اي ايمج تعجبك عشان نحطها في الخلفية. عندي ملفات البي اس دي، ده عبارة عن ملف بي اس دي للكرة الارضية متفرغ، انا فرغته جوه فوتوشوب، عزلت اللون الابيض. وبعد كده نبدا نشوف عملنا ايه. طبعا هنخفي بقى الكلام ده، او مش نخفيه، نعمل سولو للباك جراوند. الباك جراوند دي لو ضغطنا عليها دبل كليك وضغطنا على دي دبل كليك، هتلاقيني عملت هنا عباره عن كل اللي انا عملته، ان انا حطيت باك جراوند. الباك جراوند دي طبعا الافكت كنترولز. الباك جراوند دي انا طلعت مثلا سيفا صوره، لكن هي عامه عباره عن سوليد عليها رامب من اسود لابيض. عندي بعد كده جبت صوره ل صوره لجبال، وقمت عامل عليها ماسك عشان يديني الفيدر ده، وخليت البلند مود بتاعها مالتي بلاي طبعا على حسب ما انت عايز الشكل، شوفه يبقى عامل ازاي. بعد كده خدت صوره تانيه، تمام، للكرة الارضية، وحطيتها ورا وقطعتها بماسك عشان يديني الفيزر ده. ده بسرعة كده كانت الباك جراوند بتاعتنا، او الايمج بتاعت الباك جراوند بتاعتنا. بعد كده رحت هنا وحطيت ادجستمنت لاير عليها فاست بلار عشان يدي سموث، عشان لو في اي اليسنج على الحواف دي يتشال. بعد كده انا حبيت ان انا احرك الصورة دي بالمنظر ده، بدل ما احرك البوزيشن انا على طول بحط الموشن تايل، وتحرك التايل سنتر بتاعه. طبعا التايل سنتر بتاعه عندك على الاكس وعندك على الواي. طبعا الكلام اللي بقوله ده كله بيزكس جدا. الناس اللي راجعت الكورس بتاع
بيزكس تو برو، او اللي خدت الكورس الفري بتاع بيزكس تو برو اكيد الكلام ده كله ما فيش فيه اي مشاكل، كلام بيزك جدا وعادي جدا جدا جدا، افكتات بدائيه جدا ما فيش فيها اي كلام احترافي. ده المشهد بتاع تحريك ال طبعا لو انا شلت ميرور ايجز دي خلاص مش او مش هاخد الميزة بتاعت تكرار الصورة بشكل سليم. ده بالنسبة للباك جراوند، طبعا عامل ماستر كومب حاطط فيها الكلام ده كله. نيجي بعد كده للسورس فايل، السورس فايل اللي هو ملف الملف رندر الاساسي بالشكل ده كده، طبعا حطيته على الباك جراوند. عندي بعد كده الباس تايلز، الباس تايلز ده لو انا عملت له سولو ده فايدته ان انا عزلت اللاير بتاعت التايلز وحطيت عليها الجلو ده. طب انا عملت الجلو ده ازاي؟ لو انا دخلت للباس تايلز هلاقي اول حاجة انا عملتها انا نزلت الريندر الاساسي، الريندر الاساسي اللي هو ملف الريندر الاساسي بتاع التايلز اللي هو ده، تمام. طبعا دي مترندرة لوحدها على الفا تشانل. بعد كده حطيت الباس اللي هو ابيض واسود عشان الناس اللي لسه جديده معانا، الابيض واسود اللي هو باس الالفا تشانل اللي هو اعتقد كان الباس ده، حطيت الباس ده وخليت الباس بتاع المات او هسمي ده المات باس، خليت المات باس فوق المين وعملته لوما مات. لوما مات يبقى معنى كده ان انا بعزل اللاير دي او بعزل الديزاين ده عن بقيه المشروع، بعزل الديزاين ده عن بقيه المشروع. طبعا مجرد ما انت بتعزل الاوبجكت عن بقيه الريندر تقدر تعمل عليه اللي انت عايزه. لو انا رحت الاول ادجستمنت انا حاطط عليها بس كيرفز وليفلز ويو ساتوريشن لمجرد بس ان انا اعمل بوست للكالر. طبعا لو انا فتحت الكيرفز عامل الاس كيرف اللي احنا خدناه في اكتر من تمرين عشان يديني كونتراست. بعد كده ليفلز اقدر اتحكم فيها في الميد تون، ازود الجلو اقلله، الكلام ده كله اقدر اتحكم فيها في الهايلايتس، تمام، بحيث ممكن ازود ادي جلونج ايدجز هنا. بعد كده الهيو ساتوريشن لمجرد بس زياده الكونتراست عشان ما اخليهاش باهته قوي، فبزودها شوية عشان تعمل تباين بين المناطق الفاتحة والمناطق الغامقة. بعد كده اللي بعدها عندي الشاين، الشاين انا مجرد ما حطيته اداني اللي طبعا الشاين انا قللت الريلينج خليتها قليلة جدا اللي هو طول الاشعاع، طبعا لو زودت زي ما انت شايف هتبقى بالمنظر ده، طبعا على حسب ما انت عايز او حسب ما انت تحب. البوست لايت عشان يدي جلو ل الشاين سورس والريز نفسها، طبعا انا عملت ده بواحد هيقللها شوية. طبعا عندي بعد كده الترانسفير مود، لو انا سبتها نورمال هلاقي ان الكالر من كالرايز، طبعا انا اخترت 3 كالر جراديانت، طبعا حطيت ابيض وبرتقاني واحمر، بس لو انا سبت البلند مود نورمال يبقى انا هلاقي الثلاث الوان دول مقصرين على الاوبجكت نفسه. انا ممكن اخليها سكرين بحيث تديني سوفت لايت على الاوبجكت وفي نفس الوقت ما يتاثرش باللون بتاع الشاين. طبعا السورس بوينت اقدر ان انا اميلها كده بحيث اخليه يعني كان له تريلز بالمنظر دوت، واقدر اتحكم في الاتجاه بتاعها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اخر واحده عليها فاست بلر والبلند مود بتاعها اوفرلاي عشان يدي زي جلو عام بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا ده حسب الذوق بتاعك، عايز تحطه مش عايز تحطه ما تحطوش، ممكن اوفرلاي او سوفت لايت، يعني انا بفضل سوفت لايت، نخلي دي مثلا 5 ولا حاجه بالشكل ده كده. طبعا هقفل الباس التايلز وهلاقيها في المنطقه دي. عندي بعد كده الباس بتاع الفلورز بالمنظر ده، طبعا الباس طبعا انها بالمنظر ده
قسمت كل حتة في المشروع بتاعي لوحدها، التايلز لوحدها، الفلور لوحدها، التايتل او الكلمة لوحدها. لو انا فتحت الباس فلور نفس الموضوع، نزلت الديزاين الرئيسي ونزلت الباس بتاع او الريندر باس بتاع الفلور لوحدها وحطيته فوق الديزاين الرئيسي وخليته لوما، ما طبعا لو لوما انفرتد هيبقى ده اللي مكانه الفا وهيبين كل الباقي. طبعا الكلام ده لو انا عايز اخفي جزء واظهر الباقي اخلي لوما انفرتد، او لوما مات هظهر الجزء اللي انا عايزه والباقي كله مختفي. طبعا الفا مات مش هتديني اللي انا عايزه، انا عايز اللوما او الترانسبيرنسي على حسب درجات اللون. طبعا بعد كده ادجستمنت وحطيت عليها شاين نفس الموضوع، مفيش اي تعديل، بس انا خليت ترانسفير مود اوفرلاي، ممكن تخليها سوفت لايت بس هي اوفرلاي عشان تدي جو اكشن شويه. بعد كده حطيت هنا كيرفز بس عشان ازود الكونتراست مش اكتر من كده. طبعا ارجع ده كله عشان نشوف الديزاين بشكل واضح. بعد كده نفس الموضوع، نفس الموضوع بتاع الكلمة تمام بالمنظر، بالمنظر ده كده بالشكل ده. طبعا الكلمة كان من الطبيعي ان انا احط عليها بلر عشان اتفادى عملية الاليسينج، وبصراحة بيدي جو تحفة. تمام بص يعني هو فاست بلر ده يا اوفرلي او سوفت لايت، انا ما جربتش غير الطريقة بصراحة يعني، انا جربت كله بس لقيت دول احسن اتنين. البين لايت كويسة لو انت عايز تحتفظ بالرفليكشن، يعني عندك بين لايت لو انت عايز تحتفظ بكمية اكبر من الديتيلز، عندك سوفت لايت لو انت عايز تدي glowing edges على الحواف من هنا، عندك الاوفرلاي ده يعني البلر هيبقى متساوي سواء في السنتر او على الحواف، اللي يعجبك حسب الذوق اللي انت عايزه اشتغل بيه مفيش فيه اي مشكلة. طبعا في كلا الاحوال كله هيفرق، يعني لو عملت كده تمام هتفرق. طبعا ممكن اخلي دي 10. نيجي بعد كده نقفل بقى دي ونروح للكاميرا دي اللي جاية مع ملف الاي سي. طبعا لما بتستورده بينزل لك الكاميرا بتاعتك. بعد كده انا حطيت اوبتيكال فليرز، لو احنا عملنا سولو للاوبتيكال فلير هو لينس عادي خالص. طبعا انا حركت بس البوزيشن بتاعه وعملت الفليكر خليته سموث، والسبيد خليتها نص عشان يدي اضاءه يعني تفاوت في الاضاءة يقل يزيد ويقل ويزيد. طبعا الاماونت اللي هو اقصى قدر من الاضاءة ينزل له، اقصى قدر يرتفع ليه. طبعا البلند مود او الريندر مود خليته اون ترانسبيرنت عشان يحتفظ لي بالالفا تشانل فيبان الديزاين من وراها. في عندي انيميشن ايفولوشن طبعا انا رفعتها بحيث ان الريز دي تتحرك او تلف. عندي بعد كده السكيل كبرته شوية طبعا حسب ما انت تحب، عايز تكبر تصغر زي ما انت عايز. البوزيشن زي ما انا قلت انا حركته على الاكس. طبعا تخش في اوبشنز نقي اللينس اللي يعجبك من الاستوديو. طبعا البلاجن هتلاقوه موجود عندنا في الاكاديمية مع درس لكيفية تنصيبه وتشغيله بشكل سليم. ده بالنسبة للباك جراوند او اللي هيبقى ورا في الخلفية. اشوف كاستم لايرز، اعتقد الفور جراوند لاير انا كنت حاطط فيها حاجة، لا ما كنتش حاطط فيها حاجة. طب نرجع بالمنظر ده هنلاقيه بالشكل. طبعا انا بخلي البلند مود بقاد خلاص بحيث يديني الشكل اللي احنا شايفه. لو انت عايز خليتها اوفرلاي مش هيديك شكل حلو، فنخليها اد عشان يدي الجلوي سين اللي احنا شايفينها دي. بعد كده انا حطيت في الفور جراوند او اف، اعتقد الفور جراوند الفور جراوند او اف لو احنا جينا فتحناه بالشكل ده هنلاقيه في الاول هنا. طبعا هو زيه مع اختلاف
مع اختلاف الاعدادات. طبعا انا حاطط في البوزيشن حاطط ويجل عشان يتحرك فوق وتحت تمام بالشكل ده كده بعدم انتظام او بعشوائية شوية. ممكن تتزود الرقم التاني او الفاليو بتاعت الاوفست بتاع الويجل. طبعا عايز تزود دي شوية زودها بحيث ان هو يتحرك بطريقة اسرع. طبعا الفرق هنا اسرع هنا اوسع، يعني هنا بيتحرك بشكل اسرع او ابطأ، هنا بيتحرك بشكل او في مدى اكبر. زي ما قلنا ان الرقم ده هو الفريكونسي او التردد او عدد مرات التكرار في الثانية، وقلنا ان الرقم ده هو الاوفست او الازاحة بالمنظر ده كده. بعد كده ادجستمنت لاير عادية خالص عليها بلاجن الموجو. بلاجن الموجو هو بلاجن بيدي فاينل لوك على الديزاين بتاعك، وبصراحة بيقلب الديزاين 360 درجة. يعني لو انا شلت دي لكده بيقلب الديزاين 360. طبعا عندك في الموجو تقدر تتحكم في كمية او الافكت بيأثر على الالوان بدرجة قد ايه. عندي التنت او الصبغة الكلية، عندي البالانس لو قللته بيخف تأثير الافكت شوية، عندي الورم ات بيدي وورمنج على الديزاين بتاعك، عندي البانش ات لو قللته شوية البانش بيدي درجة من الازرق المخضر على الديزاين، عندي البليتش خلاص بيدي زي ابيض واسود او بتروح لستايل الستينات. طبعا البلاجن ده موجود في المجموعة بتاعت الماجيك باليت سويت. الماجيك باليت سويت دي فيها فيها الفاست لوك وفيها اللوكس وفيها الموجو. بصراحة مجموعة لا غنى عنها لأي مصمم جرافيك سواء كان موشن جرافيكس أو في اف اكس. بتدي لوكس بالظبط بالظبط هو بتاع السينما أو بتاع الأفلام، وبتغني كتير جدا عن الكالر كوركشن. ده كان الفاينل الفاينل سين بتاعنا او اللي احنا اشتغلناه. اعتقد ان في واحدة تانية اللي هي بتاعت سين 2 تمام، نفس الموضوع بالظبط، ما رحناش او ما اختلفناش كتير. في الباك جراوند برضو نفس الموضوع، في اوبتيكال فلير في الخلفية، في عندي الاليمنتس دي خلاص دي عبارة عن اشكال انا عاملها بالشيبس، وان شاء الله في محاضرة كاملة ازاي نستغل الشيبس دي في الشغل بتاعنا تمام بالمنظر. طبعا انا حطيتها في الخلفية من ورا وخليتها اوفرلاي. عندي بعد كده سين 2 اللي هو الريندر الاساسي تمام بالمنظر. طب ازاي انا خليت الفلير ده يختفي ورا او يختفي ورا الاوبجكت ده؟ طيب على كل حال هو كده كده يختفي ورا ان هو وراه اصلا. عندي بعد كده التيوزدي، او لو انا خدت الاوبتيكال فلير اعتقد ان انا رحت للفور جراوند لاير، لا ما رحت لاش. ماشي طبعا عندي الاليمنتس دي قلنا عليها. التيوزدي اللي هو الباس بتاع الكلمه زي ما احنا اتفقنا، طبعا عزلناه بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاولانيه وحطيناه في مكانه. عندي بعد كده الاوبتيكال فلير هنا اللي هو تحت ده، طبعا انا مشيته على طبعا بالبوزيشن عادي خالص بكي فريمز البوزيشن. طبعا عندي اللاينز اللاينز باسز لو انا فتحتها كده برضو عشان يبقى عارفين. طبعا بالمنظر ده انا يعني عملتها في باس لوحدها بحيث ان انا اقدر اتحكم فيها لو انا حبيت احط اي كالر كوركشن افكت عليها سواء كان كيرفز او ليفلز. عندي الادجستمنت لاير انا حطيت بلر طبعا كالعاده عشان يدي لوك، طبعا زي ما احنا شايفين شفنا قلبها 360 درجه. البليند مود المره دي اوفرلاي لان انا محتاج البلر على السين ككل ما كنتش محتاجه على الايدجز. بعد كده عندي هنا اوبتيكال فلير حطيته في وسط التارجت. وعندي بعد كده الثري اوبتيكال فليرز اللي احنا شفناهم في اول الديزاين بالمنظر ده كده. بس لو احنا خدنا بالنا ده فوقهم، وبالرغم من انه فوقهم الا انه اختفى ورا دي
اختفى ورا اللاينز دي. ده كان الهدف من اني عزلت اللاينز لوحدها، لاني خدت في الفور جراوند لايرز في الاوبتيكال فلير قلت له حط لي اللاينز باس، قلت له حط لي اللاينز باس بالشكل ده كده. مجرد ان انا قلت له حط لي دي خلاص، هو لو جت اللاير دي عليهم هتبقى قدامهم بالشكل ده كده. كل الحكايه بعد كده انا جمعت الاثنين دول في فاينل كومب وعملت لهم الريندر بتاعهم. ده كان شرح سريع لاخر جزء من اجزاء الورشه بتاعتنا. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.